بحضور عدد من الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في مملكة البحرين، شهد مسرح الدانة ليلة الفن البحريني بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بالأعياد الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية. الحفل أحياه الفنان البحريني القدير أحمد الجميري بجانب نخبة من الفنانين البحرينيين وسط حضور جماهيري غفير، حيث شهد الحفل مجموعة من الأغاني البحرينية الخالدة. ويأتي الحفل ضمن جهود مملكة البحرين المتواصلة في دعم الفن البحريني. ليلة فنية احتضنها مسرح الدانة، وأرادت لها هيئة البحرين للسياحة والمعارض أن تكون ليلة بحرينية بامتياز، استمرارا للدعم الذي لا ينضب للفن البحريني من قبل الوزارات والمؤسسات في المملكة. طبعا ليلة الفن البحريني من أهم الفعاليات اللي تأتي ضمن موسم أعياد البحرين واحتفاء بالأعياد الوطنية المجيدة. طبعا ليلة الفن البحريني من الفعاليات اللي احنا نعتبرها ترمز إلى الفعاليات اللي تعكس هوية البحرين، واحنا سعيدين جدا اليوم بتواجدنا في مسرح الدانة ودعم مباشر من وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض على اساس ان احنا نحتفي بهذه المناسبات السعيدة مع المواطنين والمقيمين وزوارنا من دول مجلس التعاون. ما في شك ان جميع المؤسسات الوطنية تقوم بعدد متنوع من الاحتفالات، شفنا منها أجزاء في القرية التراثية، في ليالي المحرق، في فيستيفال سيتي، والآن أيضا هناك عروض فنية تحتفي بالفن البحريني بكل ما يحمل من تاريخ، بكل ما يحمل من رسائل وطنية حقيقة خلدها الفنانين البحرينيين. فالحقيقة اليوم يعني نشكر هذه المبادرة الطيبة اللي يقوم بها مسرح الدان برعاية أيضا من ودعم من وزارة السياحة، اللي في الحقيقة يعني جمعت هذا الجمع الطيب للاحتفاء بالفن البحريني، وكلهم الحقيقة يعني اليوم سعيدين بتواجدهم معانا ويعني امتاعهم لهذا الجمهور الجميل اليوم حاضر. ونتمنى إن شاء الله بإذن الله أن يعني دائما الفن البحريني يكون له يعني وجود في أفضل المسارح وأكبرها. هذه الأمسية تجمع قامات فنية كالفنان أحمد الجميري علاوة على مواهب شابة نعوّع عليها الاستمرار وأخذ راية الفنون الشعبية للأجيال القادمة وإتاحتها بصور متجددة وحديثة ليتم استيعابها من قبل الجمهور المتذوق البحريني والزائر. رحلة موسيقية بحرينية أخذت عشاقها ليتذوقوا الفن بأجمل حروفه وألحانه.
يسعدني المشاركة النهاردة في أمسية بحرينية رائعة، فن بحريني أصيل، لغة الموسيقى هي دايما لغة التواصل بين الشعوب، لغة عالمية، والشعب المصري طبعا بطبيعة الحال بيقدر جدا الموسيقى وبيقدر كمان الفن البحريني الأصيل. أنا حريصة جدا على التواجد الحقيقة في كل المناسبات الفنية البحرينية اللي تم توجيه الدعوة ليا، ومهم جدا لينا احنا كدبلوماسيين متواجدين هوني انه نتعرفوا على الفن متاع المملكة، وبالطبيعة هذا ضروري للتواصل والكل بين الشعوب. وتحرص مملكة البحرين على تنظيم الفعاليات المتنوعة طوال العام والأمسيات الفنية التي تتناسب مع مختلف الأذواق، وبالأخص في موسم أعياد البحرين. وتزخر الأغنية البحرينية بثرائها الممتد في عمق التاريخ الذي لطالما سجلت وسط الحضارات حضورا متميزا لتصبح أحد أهم مراكز الإشعاع الفني وواحة لالتقاء الأجيال. الحلوة بغنوة والخاطر سلوى لهية تتغلى.